إدانات أفريقية ودولية تتوالى بعد نجاح انقلاب عسكري في مالي أسقط رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا الذي وبعد أن تم اعتقاله من طرف جنود متمردين داخل قاعدة كاتي العسكرية اضطر إلى الاستقالة. مجلس الأمن الدولي يدعو حكام البلاد الجدد إلى العودة إلى ثكناتهم العسكرية بعيدا عن السياسة وإطلاق سراح جميع المسؤولين المحتجزين مطالبا بالعمل على استعادة النظام الدستوري وعودة سيادة القانون. داخل القارة السمراء يعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري والإفراج عن رئيس البلاد المعتقل رافضا أي محاولة لتغيير غير دستوري للحكومة داعيا إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف واحترام مؤسسات البلاد. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انضم أيضا إلى صفوف المنددين حيث حث جميع أصحاب المصلحة في مالي على الانخراط في حوار واحترام حقوق الماليين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف. أما داخل مالي فقد بارك بعض أحزاب المعارضة الانقلاب العسكري بعد أن تعهد الانقلابيون بفترة انتقالية تنتهي بانتخابات شفافة في غضون فترة زمنية معقولة دون تحديدها آمرين الجميع بالعودة إلى الحياة الطبيعية كأن أمرا لم يكن مهددين من يخالف بعقاب شديد منتظر. مجلس وطني لإنقاذ الشعب من رئيس منتخب وبرلمان منتخب وحكومة منتخبة ذلك ما أعلن تأسيسه المتمردون بعد استيلائهم على السلطة ليعيد مالي سنوات طوال إلى تاريخ مليء بالانقلابات. فانقلاب 19 من أغسطس عام 2020 هو الرابع في تاريخ البلاد والثاني في ظرف 8 سنوات.